تتواصل حملات الشركة الوطنية التشادية للكهرباء بقيادة نائب المدير العام للشركة حامد جيمينو جمعة بهدف منع وإزالة جميع الأسلاك الكهربائية التي تم توصيلها بطرق غير قانونية. عبد الله برماء. لا تزال أعمال البحث عن المخالفين في استخدام الكهرباء مستمرة، وهذه المرة بالدائرة الثامنة وبالتحديد في حارتي دنجسو والزافايا، حيث قام فريق من الشركة الوطنية للكهرباء بحملة في تلك الأحياء وتعقب المخالفين. وعلى حسب ما جاء به بعض الفنيين العاملين بالشركة الوطنية للكهرباء أن التوصيل العشوائي يشكل خطورة كبيرة على المنازل وسكانها بغض النظر عن اعتباره مخالفة قانونية يعاقب مرتكبها، وبما أن الإجراءات السارية المفعول للحصول على الكهرباء من الشركة ليس معقدا كما هو شائع، وعليه فإن الحفاظ على السلامة وضبط القوانين من مصلحة الجميع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة مستمرة إلى أن تشمل كل دوائر العاصمة بمختلف حاراتها. أعلنت مندوبية التنمية الريفية لمدينة أنجمان صباح اليوم الانطلاق الرسمية لحملة تطعيم المواشي من وباء الالتهاب الرئوي الذي يصيب الأبقار وسط حضور من المسؤولين في الثروة الحيوانية. تقرير الحسين النور يوسف. يعد قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لذا فإن الاهتمام بهما ورعايتهما يعد من أولويات الحكومة. وعليه فقد أعلنت مندوبية التنمية الريفية لمدينة عين جمينة الانطلاق الرسمية لحملة تطعيم المواشي ضد مرض الالتهاب الرئوي المعدي للأبقار الذي يعرف بالPPCB، وذلك بحارة جلمي بالدائرة الأولى. وبهذه المناسبة أكد مندوب التنمية الريفية لمدينة عين جمينة بأن الحملة ستشمل جميع دوائر العاصمة بدءا بالدائرة الأولى. كنا قرار نداول البهايم في قرار حوالي جمينة، عشان حوالي جمينة عندنا بهايم كتير، بهايم كتير عندنا، خنام بقر كل عندنا، حتى القلب كل قاعدين هنا في المادي. الناس البرامج سكوت في المديرات البرة، الحكومة شافت واجب اننا نشيل مسؤولين في البهايم حوالي جمينة، عشان ده قلنا حوالي جمينة بهايم كتير، خنام في بقر في، عشان ده نسولهم طب كلهم كلهم تاخذون فاكسين لهم، ما لهم فاكسين عشان الامراض دول عندهم مرض، امراض عندهم خطوره بلين. اما المندوب الاداري لبلديه الدائره الاولى محمد سعيد حجار اكد بان البلديه ستكون بجانب المسؤولين البيطريين حتى ينهون عملهم باكمل وجه، لذا وجه نداء لرؤساء الحراد والمربعات وكذا اصحاب المواشي بالدائره الى ضروره التعاون مع البيطريين لانجاح الحمله، علما بان الدائره الاولى تتصف بكثرة المواشي أم باقي دوائر العاصمة أنجمان. قام فريق من التلفزيون يوم أمس بجولة تفقدية شملت بعض المؤسسات التعليمية بالعاصمة أنجمان بهدف معرفة استئناف الدراسة بعد إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة. تقرير محمد السليك وقراءة حسن جدا عمر. بعد إجازة دامت أكثر من 10 أيام عاد طلاب المدارس بمدينة أنجمان إلى الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية. ففي ثانوية فيليكس إيبوي لاحظ الفريق إقبالا لا بأس به من الطلاب، فبعضهم في الفصول يتلقون الدروس، والبعض الآخر استغل الفرصة للاطلاع في مكتبة المدرسة، وآخرون يتجولون في ساحتها. أما في الثانوية الفنية التجارية فقد كان العكس، حيث نسبة حضور الطلاب ضئيلة، فمنهم من رجح السبب إلى غياب بعض المعلمين. وفي الثانويتي وليا والحرية فقد استأنفت الدراسة بصورة رسمية على حد قول مدير الثانوية بعد تفقد الفريق للفصول المختلفة. نف مواد كان كور ماشي عدل، كان ما عند بيدر بازون شغل مش غريب دول، كان ما جوا ده شغل أخر ما جاء برجل، أنا ما قدر شو أنا برنامج ده نكمله عدل إن شاء الله. أما في ثانوية ابن سينا فقد بدأت الدراسة بصورة جيدة كما كانت في السابق. العيال بس 60 كي بس ما يجوز، ما تقدر تفكر لهم، كده كل العيال قاعدين في الفصول، مش زي ما انتم شاهدتوا اصلا، انا كل العيال قاعدين في الفصول وامس وبرنامجنا متابع 100%. لم يكتفي الفريق اثناء هذه الجولة الاستطلاعية بالمؤسسات التعليمية فقط، بل كانت المحطة الأخيرة هي مندوبية التربية الوطنية. سويت دورة فجر في مدارس، في مدارس ما كل مدارس، لكن قلت كل مدارس ماشي بس كده ألبو 15 مدارس في جميعنا، لكن قلت سويت طور أنا كل كده ما بقى المدارس الكبار الحمد لله
فوت شيبتم مصر قلت لكم اللي سيتي نيكو ميرسيال لا سيتي قطعت غني فوقا اللي سي فيليكس هو ليبرتي ماشينا ماغاسي ماشينا مواليا الحمد لله البروفيسورات تقدر المدرسين قاعدين الاولاد كلها قاعدين في فصول قاعدين يخدموا. وبهذا فإن العملية التعليمية استأنفت بشكل منتظم رغم الإخفاقات من قبل بعض المعلمين والتلاميذ. نشد رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في خطابه بمناسبة العام الميلادي الجديد جميع شادين بضرورة التوجه نحو الزراعة والثروة الحيوانية لأنهما الركيزتين الأساسيتين لدعم الاقتصاد الوطني. تقرير سعيد أحمد حسن فيه المزيد من التفاصيل. إن خطاب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمناسبة العام الميلادي الجديد يحمل في طياته العديد من الرسائل المهمة للأمة التشادية، لا سيما ضرورة الاهتمام والتوجه نحو العالم الريفي لما فيه من ثروات حقيقية للشعب التشادي كالزراعة والثروة الحيوانية، وأن شعوب العالم المتقدمة اليوم وقديما كانوا يعتمدون على فلاحة الأرض التي تحمل في باطنها خيرات وكنوز للإنسان، وأنه لا تقدم اقتصادي بحسب خبراء الاقتصاد سوى الاعتماد على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وأن تشاد قد وهبها الله مساحة جغرافية واسعة وتربة خصبة تلائم زراعة أغلب المحاصيل الزراعية، وهذه نعمة من نعم الله على تشاد، كما أن الثروة الحيوانية الضخمة بحسب الإحصائيات الأخيرة بلغت 93 مليون رأسا من شتى الأنواع، وهذا مؤشر كبير على أن تشاد غنية بخيرات طبيعية وقد من الله بها على الشعب التشادي. لذا فإن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرارا وتكرارا وفي مناسبات مختلفة دعا التشاديين بكافة طبقاتهم بالتوجه صوب الثروة الطبيعية التي لا تنتهي ولا تضمحل إلا بعجز الإنسان نفسه. التطوير والتحديث هنا الزراعة والثروة الحيوانية دبس الباب الوحيد هنا نجحنا وإنقاذنا فعلا بلدنا الله سبحانه وتعالى أن أماها بموارد منجمية هائلة، لكن الركيزة الأساسية هي تنميتنا المستقبلية ترتكز في التنمية الريفية. لأجل ذلك ندعو الحكومة عشان تعمل بدون كسل وبصورة موضوعية في تحديث نظامنا الإنتاجي كل الأعمال اللازمة التساهم في تحقيق هذا الهدف لازم تتحرك بسرعة وتكون على أتم الاستعداد. أنا مقتنع مثل كل التشادين بكون عندنا كل الإمكانيات والموارد اللازمة عشان نوصل للهدف ده. الحكومة تقوم بتهيئة الشروط للتحديث وتحويل الزراعة والثروة الحيوانية فضل للمواطنين التشاديين هم كل يتبعوا الفكرة السليمة دي. الشباب والنساء الأوين ورجال الأعمال الاقتصادية كل الناس واجب يقوموا بطولهم ويقوموا بالأمل. حقائق ومنافع الموارد الطبيعية التي تنعم بها البلاد تجعل الأرض كأنها تنادي قائلة ها أنا ذا أرض الخير والخيرات، فهل من ابن بار يجيب؟ بهدف رفع كفاءات حكام الرياضيين نظمت بإقليم شاري الأوسط دورة تدريبية لصالح عدد من الحكام لتزويدهم بالمهارات الفنية في مجال التحكيم الرياضي. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. من أجل تطوير كرة القدم التشادية وإعطائها مكانة مرموقة في الوسط والمحيط الكروي إقليميا ودوليا، فقد دأبت كل الفيدراليات المحلية للرياضة بتنظيم دورات تدريبية من حين لآخر للاعبين والمدربين على حد سواء، وهذه الدورة الخاصة بالحكام والمدربين بإقليم شاري الأوسط تهدف إلى تعريفهم بالمستجدات في الفنون الرياضية وإكسابهم مهارات لأجل القيام بمهامهم على أكمل وجه وبمهنية تامة. من جهته المدرب والخبير آدم كورديه قال إنه مسرور بإقامة هذه الدورة التدريبية لصالح هؤلاء الشباب لأنهم جيل الغد وعليهم الاستعداد التام لأخذ كافة الفنون الرياضية لأن المستقبل واعد. أما المداخلة الثانية فكانت لرئيس رابطة كرة القدم بإقليم شاري الأوسط بابا عثمان، والذي طلب من جميع الشباب المتدربين حاليا وضع جميع خبراتهم في الميدان وعليهم تغيير واجهة كرة القدم بإقليم شاري الأوسط. ونشير بأن عدد المتدربين المشاركين في الدورة التدريبية الخاصة بالحكام 35.
أختم هذه النشرة بهذا الخبر الحزين، حيث فقدت الساحة السياسية التشادية أحد رجالها وهو الرئيس المؤسس لحزب النهضة التشادية أحمد نصر، الذي وافته المنية في 2 يناير 2018 إثر علة مرضية. ولد الراحل في سنة 1947 بمدينة أم حجر بإقليم البطحاء. رحل الفقيد تاركا خلفه أرملة واثنا عشر من الأبناء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن السيدات والسادة، بهذا الخبر الحزين أختم هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة إنجمينة. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. ألقاكم دكتور في أمان الله. السلام عليكم.